من الجيم للمأذون ثم الطلاق، قصة زواج وانفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني. القصة بدأت بعد انفصال أحمد سعد عن الفنانة سمية الخشاب بفترة، جمعت إحدى صالات التمارين الرياضية بينهما، وكان كابتن الجيم حلقة الوصل بينهما. بدأ أحمد سعد يتحدث إليها ونشأت وبدأت بينهما صداقة قوية. أخبرت علياء والدتها إنها ستدعو أحمد سعد لزيارتهم والتعرف على الأسرة. رفضت والدة علياء بسبب الشائعات المنتشرة عن زيجاته، ووصفت فكرة الارتباط بالخيال العلمي. رفضت علياء الزواج من طبيب تقدم لها ولجأت لشقيقها الأكبر. شقيق علياء شعر بالقلق لتعدد زيجات وانفصال أحمد سعد. انسجم الثنائي سريعا وأعلن خطبتهما في 20 أغسطس عام 2020 يوم عيد ميلاد أحمد سعد. قبل ذلك بحوالي شهر احتفل الفنان أحمد سعد بعيد ميلادها مثيرا تساؤلات عن ارتباطهما عاطفيا. مصدر مقرب كشف إنهما يخططان للاحتفال بعقد قرانهما في سرية تامة بحضور أهل العروسين والأصدقاء المقربين فقط. تجهيزات الحفل وشراء فستان الزفاف وخاتم الزواج تمت بسرعة وسرية، رغم انتشار أخبار عن إنهاء الخطوبة قبل أن تتحسن الأوضاع. أقيم حفل الزفاف يوم السبت 21 أغسطس 2021 بالتزامن مع عيد ميلاد أحمد سعد، في حفل بسيط حضره الأهل والأصدقاء المقربون للثنائي. وظهر أحمد سعد في مقطع فيديو وهو يستقبل عروسته بفستانها الأبيض ويحتضنها فور رؤيتها. وظهر الثنائي معا في حفل دير جيست الشهر التالي احتفالا بحصول أحمد سعد على جائزة أفضل مطرب. أحمد سعد عرض على علياء الإقامة في فيلته الخاصة بعد الزواج، لكنها فضلت شقة صغيرة تجهزها خطوة خطوة. وتحدث سعد عن علاقتهم قائلا إنها تهتم بملابسه وتساعده في العمل وترد على تعليقات الجمهور بدلا منه. في مايو 2023 انتشرت أخبار عن انفصالهم، ورد أحمد سعد بصورة رومانسية لهما معا. في إبريل 2022 أعلن أحمد سعد إنه رزق بمولودته الأولى من زوجته وأطلق عليها اسم علياء. وفي مايو 2023 رزق أحمد سعد بمولودته الثانية من علياء بسيوني، وقرر تسميتها مريم. خلال زواجهما حل الثنائي في ضيافة برامج تلفزيونية، ومنها صاحبة السعادة مع إسعاد يونس و90 دقيقة مع بسمة وهبة. احتفلت علياء في صاحبة السعادة بعيد ميلاد أحمد سعد وذكرى زواجهما وهدته سكوتر. أعلنت مصممة الأزياء علياء بسيوني انفصالها عن الفنان أحمد سعد، وذلك عبر خاصية الأسطوري على حسابها بموقع انستجرام. كتبت علياء بسيوني: الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته. حب أشكر أحمد جدا على أصل غير طيب ومعدنه السيء، وحب أقول له شكرا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تماما، وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي وعشان المشوار اللي أنا ابتديته وما كنتش حابة إنه ينتهي. أحمد سعد وعلياء بسيوني تزوجا في عام 2021 ولديهم طفلتين. أضافت بسيوني: وعشان المشوار اللي أنا ابتديته وما كنتش حابة إنه ينتهي، شكرا على توقيتك الجميل، وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وإنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجات وبعدها شغلك. واختتمت: أكبر شكر على المقلب إن أنا خدته في العلاقة دي، واللي كنت فاهمة إن ليها قيمة وبضحي وبتنازل عشانها، وإنت طلعتها ولا تسوى، وربنا معايا أنا وبناتي في اللي جاي، وينتقم منك ويديلك على كل حاجة حصلت. تزوج الفنان أحمد سعد من زوجته الأولى لبنى بيومي، أم أولاده أحمد وجودي. ولكن هذا الزواج لم يستمر، ووقع الطلاق بينهما 3 مرات متتالية، واحتفظ الثنائي على العلاقة بشكل جيد من أجل الأولاد. كشف الفنان أحمد سعد عن خطوبته من الفنانة ريم البارودي في عام 2011، ولكن هذه العلاقة شهدت عدة أزمات ما بين الزواج أو الاكتفاء بالخطوبة، حيث نفت الفنانة ريم البارودي أن الزواج تم سرا، ولكن الفنان أحمد سعد أكد أن الزواج تم واستمر لمدة 6 أيام
خلال استضافته في إحدى البرامج التلفزيونية، ثم حدث الانفصال بينهما. تزوج الفنان أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب عام 2017، ولكن هذا الزواج استمر قرابة العامين فقط ليحدث الانفصال بعد نشوب خلافات بينهما واتهام بعضهم البعض بعدة اتهامات. ومع مرور الوقت هدأت الأمور بينهما، حتى أن الفنان أحمد سعد قدم أغنية في مسلسل موسى أثناء مشهد زواج سمية الخشاب من الفنان محمد رمضان. تزوج الفنان الزيجة الرابعة من مصممة الأزياء علياء بسيوني، وذلك بعد أن جمعتهم قصة حب في شهر يوليو، حيث ظهر معها في عيد ميلادها الذي أحياه المطرب الشعبي عمر كمال. والتقط أحمد سعد صورا مع علياء بهذه المناسبة السعيدة، والتي أثارت تساؤلات حول إمكانية دخول الفنان علاقة عاطفية جديدة، أو أن تكون تمت خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيوني. وطاردتهم الشائعات الأشهر الماضية حول انفصالهما، وهو ما نفاه أحمد سعد من خلال العديد من تصريحاته ولقاءاته التلفزيونية التي ظهر فيها الفترة الماضية. فارق السن بين أحمد سعد وعلياء بسيوني. عند إعلان أحمد سعد عن خطبته من علياء بسيوني، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور علياء والتي بدت أصغر، وتساءل الكثيرون عن فارق السن بينهما، حيث يبلغ الفنان أحمد سعد 40 عاما، حيث انه من مواليد 1981، بينما تبلغ مصممة الازياء علياء بسيوني 26 سنة، حيث انها من مواليد 1995، اي ان فارق العمر بينهما 14 عاما.